عن سر المغنى والمعنى مع غالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي أصدقاء برنامجنا سر المغنى والمعنى، يعني هو مفيش كلام يوفيكم حقكم، بتوحشوني من حلقة لحلقة، وقد ايه تعليقاتكم على جروب البرنامج على الفيسبوك سر المغنى والمعنى، كل تعليقاتكم بتسعدني، يا رب اكون بقدر ارد لكم ولو قدر قليل من اللي انتوا تستحقوه. احنا من السهرة اللي فاتت اعلنا ان النهاردة ذكرى موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب، وطلبت منكم انكم تساعدوني بالاغنيات اللي انتوا تحبوا تسمعوها لعبد الوهاب. طبعا اخترت اغاني كتيرة جدا ان شاء الله هنسمعها خلال السهرة. انا بس عايزة احيي صديق البرنامج جمال عبده المصري، الحقيقة ان هو اوحالي بفكرة حلقة حلوة عن القصائد المغناة، لكن هو في نفس الوقت بيطرح فكرة ان لو حد عنده ملامح اغنية او قصيدة بيبعتها لي على الجروب وانا ان شاء الله هقراها. هو بعت لي قصيدة جميلة جدا انا هقراها قريب ان شاء الله، بس النهاردة عشان الحلقة اقدر اقول زحمة شوية واحنا بنحتفل بموسيقار كبير زي الراحل الرائع محمد عبد الوهاب، فهنأجل ده لحلقة جاية إن شاء الله. فجر محمود طلبت يا مسافر وحدك، نبدأ بيا مسافر وحدك وبعد كده نلتقي بضيفنا الجميل الإعلامي والشاعر والإذاعي الكبير وأستاذي الأستاذ عمر بطيشة. وأنا عندما حورته قال لي أنت جيتي للوهابي، الوهابي بالمعنى الفني، إنه من عشاق محمد عبد الوهاب. أمسافر وحدك وفايتني، لتبعد عني لتبعد عني وتشغلني. ودعني من غير ما تسلم، وفي قلبي أنا مسلم. ودعني من غير ما تسلم، وفي قلبي أنا مسلم. دعني دموعها دموعها بتتكلم، دعني دموعها دموعها بتتكلم. أمسافر وحدك وفايتني، لتبعد عني لتبعد عني وتشغل. بنحتفل بذكرى موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب اللي أول ما بدأنا سهرتنا وعلى صفحتنا على الفيسبوك سر المغنى والمعنى قلت لكم تبتدوا بمين، ففوجئت إن الشباب كله ابتدى بكل ده كان ليه لعبد الوهاب. أنا شخصيا استغربت من اختياركم، وعشان كده وإحنا بنحتفل بذكراه أنا جيت لمعلمي وأستاذي الإعلامي والإذاعي الكبير والشاعر الكبير أستاذ عمر بطيشة، وعشان انا كنت تلميذه له، عارفه انه كان على في فتره اخر ايام عبد الوهاب وسنينه الاخيره كان على صله كبيره بيه. استاذي استاذ عمر بطيشه، انا سعيده ان انا النهارده قدامك وبنتكلم مع عبد الوهاب، وطبعا برضو مستمعين اعذروني لان انا قدام معلمي اللي علمنا الحوار. بشكرك وبشكر وقتك اللي سمح لنا بهذه السهره. والله انا اللي بشكرك يا هاله، ويعني بعتبر انك تعطيني فرصة ذهبية ونادرة لاني اعيش دقائق من اسعد لحظات حياتي، لان انا وهابي بالمعنى الفني طبعا، وعاشق في محراب الموسيقار الكبير الخالد محمد عبد الوهاب، وحسعد بقى ان انا اقعد معاك نتكلم عنه ونسمع اغانيه مع بعض.
والحقيقة مستمعينا كمان وأصدقاء البرنامج على الفيسبوك مجموعة كبيرة جدا وهابيين زي حضرتك، ولقيتهم طالبين أغنيات عبد الوهاب. لكن في البداية السؤال اللي بيطرح نفسه، موسيقار الأجيال، أنا بتالي بعض الألقاب لبعض المطربين مش عايز أقول بيطلقوها هم على نفسهم وبتبقى نوع من أنواع الدعاية، لكن موسيقار الأجيال دي ما جاتش نوع من أنواع الدعاية، أنا متهيالي إنها فعلا هو موسيقار الأجيال. فكيف عاش هذه الأجيال وكيف عاشت موسيقى لهذه الأجيال؟ في الواقع إن الموسيقار محمد عبد الوهاب، لقب موسيقار الأجيال ده لقب معبر عنه تماما، لأنه كان متجددا، ولذلك كان يلبي مطالب كل جيل. يعني كل جيل جديد من السميعة يجد تجاوبا من عبد الوهاب لما يفضله هذا الجيل الجديد اللي طالع، لدرجة ان هو فضل لغاية، شوفي بقى، من العشرينات حينما التصق بأمير الشعراء أحمد شوقي لغاية التسعينات، وكان في أيامها مكسر الدنيا أغنية لولاكي لعلي حميدة، وكنت في حوار إذاعي معه وسألته عن رأيه في هذه الأغنية، ومن العجب أنه أشاد بها. يعني عادة تلاقي كل جيل يرفض الأجيال اللي بعده كده، ودي كمان إيه، مش بعده بس، دي بعد 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 بعده، ومع ذلك لأنه كبير جدا واثق من نفسه جدا، وعارف ان هذه الاغنية كانت تلبي مطلبا لجماهير ظهرت في هذه الفترة تحبذ هذا اللون الجديد من الغناء، فهو ايضا تجاوب مع هذه الجماهير وشجع هذا اللون من الغناء ولم يرفضه واشاد بيها. ده يفسر لك ليه موسيقار الاجيال، لانه كان بيعايش كل جيل جديد يطلع، مرت عليه اجيال كتير جدا جدا من أجيال المستمعين، وكل مرة كان بيطور نفسه ويجدد نفسه ويطلع عبد الوهاب جديد من عبد الوهاب القديم. بالضبط فعلا، يعني يمكن ده اللي احنا بنحسه مش عارفين نعبر عنه، حضرتك عبرت عنه في العشرينات. عايز اقول لك يا هالة حاجة، هو كان يغضب جدا لما بيطلعوا مثلا فنانين وحد المذيع يسأل يقول له بتحب ايه من المطربين، يقول له عبد الوهاب القديم، اغاني عبد الوهاب القديم، يزعل جدا ويتصل بالمذيع او بالفنان ويصحح المعلومه. ما فيش حاجه اسمها عبد الوهاب القديم، انا جديد، انا متجدد، انا بالعكس، انا يسعدني اكتر لو تقولي انك عجبك اخر لحن عملته، مش في الليل لما خلي. بس هي طبعا في الليل لما خلي حلوه جدا برضه. Thank you.
تنوم يا لي عبد الوهاب استاذي استاذ عمر بطيشه. عبد الوهاب لما خرج من العشرينات كان في بدايه او سيد درويش، وسيد درويش كان ثوره في الموسيقى، خلق نوع من انواع التعبيريه، يعني اللحن بيعبر عن الكلمه. يمكن قبليها كانت الموسيقى التركي وعمليه السلطنه، ان انا افضل يعني اعيد وازيد في كلمه واكرر من غير ما اكون معبر عن الكلمه نفسها. تاثر موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب بسيد درويش؟ اه بالتاكيد، كان من اساتذته، يعني هو نفسه يعترف باستاذيه سيد درويش له، وهو كان اساتذته كتير، واخد من كل واحد احلى ما فيه. اخد من سيد درويش التعبير والتجديد في الموسيقى، اخد من الشيخ مرسي الحريري التجويد والمدرسه القرانيه، في سواء في التلحين او في الترتيل او في الغناء، اللي مبني على اسس صوتيه فونيتيقيه سليمه. اخذ من المدرسه الغربيه، اخذ منها برضو وطعم موسيقى بالعديد من الافكار الموسيقيه الغربيه، فبقى انتاجه متنوع وثري. كيف درس عبد الوهاب؟ حضرتك يعني اجابتك خلتني اسال السؤال ده، ازاي عبد الوهاب درس الموسيقى؟ هو درس دراسة حرة، يعني علم نفسه بنفسه، وكان زمان التعليم الموسيقي بيبقى من خلال أساتذة مباشرين، زي معلم القرآن مثلا، زي المقرئ ما بيعلم القارئ. احنا في الإذاعة بنقول تلا عليكم القارئ الشيخ، ده القارئ ده الذي يتلو القرآن، إنما المقرئ هو اللي بيعلم القارئ، يعني القارئ يقرأ بين يدي المقرئ. فاتعلم على أيدين مشايخ كبار زي الشيخ مرسي الحريري زي ما قلتلك، اتعلم من الجيل اللي كان موجود وقتها، زي مثلا الأصبجي، سيد درويش. فده كان تعليمه، كان تعليم حر، اللي هو التعليم المباشر، التلقي المباشر من جلسات مطولة مع هؤلاء الأساتذة. إنما إنه مثلا دخل مدرسة أو معهد أو بتاع، طبعا إحنا كلنا نعرف المعلومة التاريخية إن معهد الموسيقى أنشئ سنة 1932، كان وبعدها بسنتين انشات الاذاعه المصريه، كان عبد الوهاب خلاص بقى نجم، بقى عبد الوهاب. فكان تعليمه بالطريقه اللي انا بقول لك عليها دي. بس هو على ما اسمع، طبعا انا ما جانيش حظ ان قابلته، طبعا ان هو كان يسمع جميع انواع الموسيقى، صح؟ ده نوع من انواع التعليم بتاعه. ما هو انا اما في كلامي اللي فات بقول لك اخذ برضو اتعلم من الموسيقى الغربيه، من اعلام الموسيقى الغربيه، عن طريق ايه؟ عن طريق السمع. كان بيسمع اسطوانات، كان زمان في حاجه اسمها الجراموفون، اللي هو آلة كده بتشغل اسطوانات، مش ديسكات طبعا زي دلوقتي، اسطوانه كده قديمه، انما يعني بيقعد يسمع. الشباب مش شايفينها في الافلام، يعني احنا عايزين نقرب لهم الصوره يعني. بالظبط كده. فكان بيسمع، وبعدين كان بدا الراديو ينتشر في الفتره دي، في منتصف العشرينات، فكان بيسمع برضو، بيسمع أوبرات، بيسمع الإذاعة الأهلية، عشان والإذاعات الأهلية كانت منتشرة جدا في الوقت ده، فكان بيسمع متتاليات موسيقية وكونشرتات سيمفونيات وإلى جانب الاسطوانات طبعا. فكان بيلقط من هنا ومن هنا ومن هنا، وهو مرة قال الفنان عامل زي النحلة اللي بتقف على كل زهرة شوية، بتبص رحيق بطعم مختلف وتجمع هذه الطعوم في جوفها لتفرز عسلا.
طبعا هو الحقيقة عسل محمد عبد الوهاب لغاية دلوقتي له حلاوته يعني. طبعا الشاعر الكبير والإذاعي والإعلامي الكبير أستاذ عمر بطيشة، هل سر من أسرار بقاء موسيقى محمد عبد الوهاب لأغنيات والأغنيات اللي لحنها لناس تانية هو قربه في بداية حياته من أمير الشعراء أحمد شوقي، وبعدين من صفوة المجتمع؟ يعني هو متهيألي بس ما كانش بيقعد مع أحمد شوقي بس، يعني إن أنا أقعد مع جيل الفن والفكر في هذا الوقت، مش بس أمير الشعراء أحمد شوقي، وإنما كان كل أقطاب المجتمع، لأن أحمد شوقي كان أحمد شوقي بيه، فكان بيقعد مع كبار الصحفيين، كبار الوزراء، كبار الاقتصاديين، كبار رجال الأعمال، سواء في جروبي في وسط البلد، أو في أخوة ناتاتيا في العتبة، أو في صالونه في كرمة ابن هانئ على نيل العجوزة. وكان عبد الوهاب وهو صغير قاعد معاه وبيحضر هذه الجلسات وبيستفيد وبيستوعب، فتكون لديه يعني كأنه دخل الجامعة وخد بكالوريوس دكتوراه كمان، وبعدين ماجستير، وبعدين دكتوراه، وبعدين كرر الدكتوراه دي كذا مرة. بقى الدكاترة محمد عبد الوهاب وأكيد فعلا هو دكاترة. لذلك عايز أقول لك حاجة مهمة جدا، هي من أسرار المعنى والمغنى برضو، إن الموسيقار عبد الوهاب الصغير ما يفهموش قوي وما يحبوش قوي، إنما لما بيكبر شوية في السن بيتعلق بيه. دي من أسرار عبد الوهاب الغريبة. يعني أنا نفسي وأنا وهابي متعصب زي ما أنت شايفة كده وملاحظة، وأنا صغير ما كنتش من هواة أغاني عبد الوهاب، كان عبد الحليم أقرب لي، وشايف إن مثلا أول مرة تحب يا قلبي وظلموه مش عارف إيه، الحاجات دي أقرب لي من مريت على بيت الحبايب، أو في الليل لما خلي، أو كل ده كان ليه. بعد كده بشوية لما ابتديت أقرأ أكبر شوية وأنضج شوية، ابتديت التفت لألحان عبد الوهاب، فده خلاني بعد كده اعرف ان في نوع من الفنانين
ما هو السهل، ما هو السمكة على وجه الماء تمدي ايدك تاخديها، لا ده لازم تنزلي تحفري وتعومي وتتعبي عشان تطلعيها وتطلعي الكنوز اللي تحت المية ديت زي الغواص. فعبد الوهاب كده وصنباطش كده، لذلك عبد الوهاب وام كلثوم ما يحبهمش الصغيرين في السن قوي، انما لما بيكبروا بيحبوهم ويعشقوهم. يمكن الصغيرين احنا بنقول عليهم 14-15، لكن الحقيقه الشباب اللي فوق ال20 يعني، وده بيثبته حفلات الاوبرا. يعني عايز اقول لا مش انا اللي ابكي ولا انا اللي اشكي، الحقيقه لما بتتغنى لعبد الوهاب الناس صوتها مره واثنين وثلاثه يعني. دول بقى اللي بعد اللي عدى ال20 ده نضج بقى، ما هو ده خلاص. انا بكلمك عن السن الصغير يعني 10-12 سنه لا ما يتعلقش بعبد الوهاب، انما لما بيوصل 20-21 يبتدي يلتفت، الله ايه ده، ايه اللي عمله الراجل ده، ايه اللحن الغريب ده، وايه اللي عمله هنا، وايه اللي قاله هنا، وازاي هنا، ونقل هنا من هنا من المقام ده للمقام ده، واخترع النغمة ازاي، وقال السكة دي ازاي. يبتدي يفكر في الحاجات دي كلها، يكتشف ان هو قدام مغارة علي بابا بقى، كنز يعني ياقوت الماز، احمدك يا رب. استاذ الاستاذ عمر بطيشه، حكي الناحيه بعض النقاد قالوها عن موسيقار الاجنه محمد عبد الوهاب، ان هو من كتر ما سامع موسيقى، وده السبب ان انا كررت حكايه الموسيقى الاوروبيه او الغربيه اللي كان بيسمعها، انه اقتبس بعض الجمل الموسيقيه وظهرت في بعض الحانه. المشروعيه فين؟ يعني لغايه فين شرعي ولغايه فين تعتبر اللي عاجب لا سرقه بقى؟ هقول لك بقى، اولا من حسن حظك انك بتسالي واحد خبير في قوانين الملكيه الفكريه وفي جمعيه المؤلفين والملحنين، وعارف القاعده. اولا قوانين الملكيه الفكريه دي ما كانتش ايام عبد الوهاب، ما مش عارفين نطبقها دلوقتي. ما كانش فيه ده، انت بتلاقي فيه افلام بيجي مثلا اسماعيل ياسين بيغني اغنيه في يوم من الايام وبيقلب كلامها وبيقلب لحنها بعد ما بيغني جزء منها، زي عبد الحليم ما غناه. انت عارفه ان دلوقتي ده ممنوع بقوانين الملكيه الفكريه،
ممنوع التحوير في المصنف، يمنع منعا باتا التحوير في المصنف. يعني ايه؟ يعني عايزة تغنيه تغنيه زي ما هو، زي الأغنية ما تغنت عايزة تعمل لها إعادة نشر تغنيها يعني بصوتك انتي، تغنيها زي ما هي، زي ما اللحن الأصلي والكلام الأصلي، ما عيدش التوزيع بقى. لا تعيد التوزيع، التوزيع توزيع بس، إنما اللحن لا ما تقربيش منه ولا الكلمات. فطبعا ده ما كانش موجود زمان، كان زمان كله بيلعب في الأغاني وياخد جزء من دي على جزء من دي، وبعدين كان الاقتباس مباح ومشروع. ده كل الأفلام اللي مش كل مش عايز أعمم، 75% من الأفلام الأبيض وأسود أغاني واخدة موسيقى تصويرية من صوانات عالمية، موسيقات عالمية، ولا حتى كاتبين اسم المؤلف الموسيقي بتاعها. فما كانش الملكية الفكرية محترمة، ولا قوانين النشر، ولا حقوق المؤلف ما كانتش محترمة في الوقت ده جدا، حقوق المؤلف والملحن. ومع ذلك أؤكد لك أن الموسيقار عبد الوهاب حينما اقتبس فقد اقتبس الاقتباس المشروع. يعني ايه المشروع؟ يعني لما اجي انا اقول دلوقتي مثلا حاجة مشهورة جدا 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 واكمل عليها، دي ما تبقاش سرقة. ليه؟ من فرط شهرتها لا يتصور عقلا ان انا سرقها. زي مثلا ايه؟ اجي اقول مثلا مثلا يعني احنا عارفين مثلا سيمفونية القدر لبيتهوفن، الموسيقى بتاعتها ناس كتير قوي عاملة عليها، يعني هي دي اللي في ذهني مثلا. دي مشهورة جدا والعالم كله عارفها، تا 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 احب عشت الحرية، تا 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 تا. لكن بعد كده اللحن بتاعه طبعا طبعا، والجزء اللي هو اقتبسه مشهور جدا لدرجة ان يعني يستبعد فيه نية تضليل المستمع او ايهامه ان ده من الحان عبد الوهاب. يعني يقابل مثلا عشان اقرب المستمع للفولكلور، مثلا ما اقول يا وابور الساعة 12 مجبل على الصعيد، ما دي فولكلور ما حدش عارف مين كاتبها ولا مين لحنها. برافو عليك، يعني انت قربتي المسألة برضو للمستمعين وبسطتيها، ان من فرط ما هي معروفة ومشهورة ما حدش ابدا هيجي يتهمني ان انا بدعي نسبتها لنفسي. ومع ذلك نسبة الاقتباسات التي من هذا النوع في ألحان الموسيقار عبد الوهاب قليلة، ما يعني تعد على أصابع اليدين. يعني لا مش أنا اللي أبكي ولا أنا اللي أشكي لو جرى علي، ومش أنا أجري وأقول عشان خاطري ولا لي حق معاك، لا مش أنا اللي أبكي ولا أنا اللي أشكي لو جرى علي هواك، ومش أنا اللي أجري وأقول عشان خاطري ولا لي حق معاك، يبقى انت هاجرني وانت اللي ظالمني وفاكرني حضرك جاي، انا قلتها كلمة وكل شيء اسمك ودي اسمتي وياك، وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الامل، قلبي انشغل على قلبي خان الامل، وعايزني ارجع تاني لا هرجع لك تاني لا 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 لا. لما دار الهوى بينا فاكر احنا قلنا ايه؟ مش دي راحة قلبي ولا ده امل حبي اللي اتفقنا عليه،
من كم سنة لما دار الهوى بينا فاكر احنا قلنا ايه؟ مش دي راحة قلبي ولا ده امل حبي اللي اتفقنا عليه؟ اشمعنى انا عهدك كنت ورعت ودك والعمر ده بحواليك، لكن اللي بيحبك مالوش تمنى عندك والغالي رخص ليك. انا راح زماني هدر ولا كانش عندك خبر، انا راح زماني هدر ولا كانش عندك خبر، وعايزني ارجع تاني لا ارجع لك تاني لا 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 لا. الشاعر الكبير والاذاعي والاعلامي الكبير استاذ عمر بطيشه، وحضرتك اللي قلت انا وهابي، ويعني خلال عملك الاذاعي التقيت بموسيقار الراحل خالد او موسيقار الاجانب محمد عبد الوهاب في اكتر من حوار، منهم ايه خالد الذكر فعلا زي سيد درويش خالد الذكر. طبعا اشهر حواراته كانت في شاهد على العصر، وحلقه شاهد على العصر الحقيقه اللي كانت مع موسيقار الاجانب محمد عبد الوهاب حلقه فيها مفكر وليس موسيقار فقط لكنه مفكر فعلا في كل حواراته، انت لقيت فيه النقطه دي؟ حتى في البرامج القصيره اللي انا كنت بعملها في رمضان على الافطار كان دايما هو ضيف دائم. طبعا ضيف دائم، وكان برنامج 4 دقائق او 5 دقائق، ومع ذلك تحسي ان في كل اجابه وزنها بميزان الذهب، ويقول جمل مقصوره كانها تصريحات مش اجابات كده ثرثره ولا واحد مش فاهم مثلا او مش فاهم او بيملى وقته وخلاص، لا 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 مفكر ويعني كل كلمة يقولها. يعني أنا فاكر مرة في برنامج آخر كلام اللي كان في رمضان بقول له أظن الحب الأول هو الحب الأخير، فأجابني إجابة مدهشة جدا يعني إزاي يبقى الحب الأول والحب الأخير؟ لا طبعا قال إجابة جميلة يعني فيها حكمة تنطوي على حكمة وعلى فكر. في شاهد على العصر حضرتك بتشيري إليه ده، أنا ما كنتش قصد إن هو يبقى شاهد على العصر، هو المناسبة كان إن هو كان عامل أغنية من غير لي وشرفني إن هو اختارني عشان يقدم من خلالي الأغنية دي للمستمعين من خلال حوار يعني أقدمه فيها للناس، فانتهزت أنا الفرصة وقعدت بقى توسعت في الحوار، فطلعت حلقه شاهد على العصر اللي انت بتشير اليها. لكن انا تعودت من ايام ما اشتغلت في الاذاعه، وده كان وقت مبكر جدا من منتصف الستينات، ان انا لازم كل سنه يبقى لي معاه سهره او حديث او الى اخره، فلذلك انا عندي ساعات وساعات اكتر من 60 ساعه مع الموسيقار عبد الوهاب، منها احاديث في اعياد مثلا او في مناسبات معينه، ومنها برامج رمضانيه، ومنها شهر على العصر بتشير اليه، ومنها سهره مدتها ساعتين كانت في العيد الذهبي للاذاعه المصريه. والعيد الذهبي يعني 84، سهره ساعتين كلفني بيها ابي واستاذي الاذاعه الكبير فهمي عمر، فرحت عملتها معاه سهره ساعتين برضو، دي موجوده في مكتبه الاذاعه للتاريخ. يعني في غرمة ليالينا مشاوير
مشاوير مشاوير مرسوما خطوينا نمشينا في غربة ليالينا يوم تفرحنا ويوم تكرحنا وحدة ولا احنا عارفين ليه وزي ما جينا 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 ومش بايدينا بايدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بايدينا بايدينا زي ما رمشك خد ليالي جدا بهذه السهرة اللي انا قضيتها مع حضرتك. لكن في نهاية السهرة واحنا بنتكلم وبنحتفل بذكرى موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب خالد الذكر، عايزة يعني اقول عمر بطيشة بقى وعبد الوهاب، ايه الاغنية الخاصة قوي اللي احنا ممكن نسمعها دلوقتي وحضرتك تحللها لنا او تقول لنا مواطن الجمال سر المغنى فيها ايه والمعنى؟ والله اصعب سؤال سألتهولي بقى في السهرة دي، لانك بتسالي واحد عاشق لعبد الوهاب ومكتبته كلها معايا واغانيه الجميله كلها ساعات وساعات من الغناء الجميل. يعني اقول لك ايه ولا ايه ولا ايه؟ وعلى فكره من برضو اقول لك سر بما ان سهرتك اسرار، يعني ان هو كان في اخر سنه قبل ما يرحل عن دنيانا كان فكر ان هو يعمل اغاني قصيره بالموجة الجديده كمان، واداني مزيكا لحن يعني اكتب عليه كلام وكتبت وخده معاه وهو مسافر، كان بيسافر في الصيف بيروح فرنسا. كان ايه هو الكلام؟ بصي لي يا حبيبي شويه، من غير ما احكي لك يا حبيبي، ما انت حبيبي الله وانت عناي الله حلو قوي. طيب دي خدها معاه باريس وكان خلاص هتتعمل وكان هيديها يميها كان بيفكر في محمد ثروت، كان محمد ثروت قريب منه ومطرب الشباب تقريبا وقتها يعني. فللأسف الشديد ان هو رجع من الرحلة دي بتاعت باريس وقعد مدة طويلة يميها كذا شهر يعني، رجع حصلت بقى انه وقع في البيت وكده وبعدها رحل عن دنيانا والاغنية ما طلعتش. طب نرجع للاغنية بقى اللي ممكن نسمعها دلوقتي وحضرتك تقول لنا بتحبها. انا كل اغانيه طبعا حضرتك بتحبها بس دي اغنيه معينه دلوقتي عشان برضو اختار حاجه تتجاوب مع مشاعر المستمعين الجيل الحالي اللي بيسمعوني دلوقتي، اختار لك اغنيه على ايه بتلومني. الله نسمعها مع بعض. وانا بشكر حضرتك جدا وسعيده بهذا الوقت اللي انا قضيته مع حضرتك وفي صحبتنا موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب في ذكراه، ونرجو ان احنا ما نكونش اثقلنا عليك يعني. انت اسعدتيني بانك عايشتيني في اجمل ذكريات مع حبيبي الموسيقار عبد الوهاب، لما كان يقول لي اما يدخل ويلاقيني قاعد مستنيه اموره على ايه بتلومني بتلومني ليه ليه على ايه بتلومني
بتلومني اللي جليك خليت هجرني تهجرني ليه يا ما قلبي شكا يا ما دمعي بكا ما رحمتنيش ليه ليه سهرة الموسيقار خالد الذكر موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وبحواري مع الأستاذي الإعلامي والشاعر الكبير أستاذ عمر بطيشة. بتهيالي أنتوا كمان استمتعتوا معنا بأسرار المغنى والمعنى عن عبد الوهاب واستمتعتوا بالأغاني، وأنا سعيدة كمان أنتوا من خلال الجروب ساهمتوا معايا في إعداد الحلقة. حتى ألقاكم وسهرة أخرى، لكم مني كل الحب وتحيات أزهار كساب من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم.